كي انت هون فتلت المعهد عليك، شفتك الصبح جاي من الشباك وبعدين شو بك مريض؟ لا بس التغيت المحاضرة ما في مكان اروح عليه وما لي خلق ارجع على البيت. يلا انا باقي لي درس واحد وبعدين بفركها. ماجدة شو صار بمشروعنا المسرحي؟ لساتك متذكر؟ بس تعرف شو؟ كانت ايام حلوة وفكرة التطبيق حلوة. فكرة التطبيق؟ هلا هاد اللي طلع معك؟ فراس اصحى، ما عاد حدا اشتغل مسرح غير اللي ما عنده شغل بالتلفزيون، وهي انا بلشت وبكره شوي شوي بجرك وراي. شو بلشتي؟ عندك 10 مشاهد بثمان جمل بعدين انا شو بدك تجريني بالله؟ ايه كسر فيي اكثر. ايه؟ هلا طلعت انا اللي عم كسر. هاد شو لكان؟ اساسا انا كنت جاي خبرك انه بجوز اخذ دور بمسلسل. ماجدة انا شو ضمن حياتك؟ اكسسوار ولا؟ هلا لا تحلق احباطك علي. انا مالي محبط، بالعكس تماما، انا عندي حلم وحلم حقيقي كتير، بس المصيبه انه صرتي برات هذا الحلم. انت صايره كتير غريبه علي، حتى في ايام بجي بدي احكي لك سيار بعدين بحس لشو. هلا كل هاد لانه انا نجحت بشغلي وانت لساتك؟ نجحتي؟ لو كنتي اخذت دور بطوله شو كنتي حكيتي؟ ايه نجحتي ماجدة. لك حتى ما بتوقع انك تتأثري، بس انا ما عاد حسيت شي تجاهك، عم حاول ما عم بقدر احس بشي. كانت اوقات حلوة كتير وهلا راحت. ومن ضر رفقات العمل شكل الشيء تبع منظر رفقات.